طلال 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 يحبه الجميع طلال 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 اللعب معه متعة بلال 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 حب لعب بهجة بهجة بلال 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 طلال وبلال نستطيع التزحلق عندما نصل هناك أمي؟ بالطبع، ويمكنك اللعب على الأرجوحة واللعب بالرمل، لهذا نحن ذاهبون إلى المتنزه. أريد التزحلق أيضاً. بلال، أنت صغير جداً، التزحلق للكبار فقط. أنا كبير. يمكنكما أنتما الاثنان التزحلق. الآن علينا أن نقطع الشارع، فلننتبه إلى إشارة المشاة. يمكننا العبور بأمان عندما تصبح الإشارة خضراء. الآن أمسكا بيدي بقوة. نستطيع العبور الآن. السيارات خطرة، أليس كذلك؟ الأخطر ألا تنتبه إلى الإشارات المرورية. انظري أمي، ها هو المتنزه. هناك الكثير من الأطفال يلعبون، فلنتسابق لنرى من يصل إلى هناك أولاً. أنا جاهز. من يصل أولاً يلعب أولاً. أمي، أنت عليك العد، ما رأيك؟ اتفقنا؟ استعدا الآن، انطلقا. أسرع من ذلك، أسرع. أنا سألعب أولاً. أنت لا يمكنك التدافع، عليك انتظار دورك يا هذا. أمي، انظري ماذا يفعل بلال. عليك الانتظار، هؤلاء الأطفال كانوا هنا من قبلك. أنا آسف. أحسنت عزيزي. سأنتظرك في الأعلى بلال، ثم تنزلان معا. دورك بني، فلتصعد، كن حذرا والعب ببطء. أمسك بي بقوة، سنصنع قطاراً. حسناً. أريد فعل ذلك مرة أخرى. الأرجيح. وماذا عني؟ أسرعي يا بلال، هذه لك. هل أساعدك؟ أستطيع أن أفعل ذلك وحدي. من سيتأرجح أعلى من الآخر؟ لا أعرف كيف أتأرجح. لا تخاف، سوف أدفعك إن أردت. لا بأس، ادفعيني بقوة، أريد التأرجح عالياً مثل طلال. انظر يا بلال، أنا كالعصفور. وأنا كالطائرة. احذرا يا أولاد، وإلا وقعتما. سنصنع جبلاً عالياً. سنحتاج الكثير من الرمل، صحيح؟ سأمسك بك. لا، لن تمسكني، لن تستطيع. هاي، انظر أمامك. لقد دمرت الجبل أيها الصغير. تعبنا كثيراً في صنعه. بلال، لا بأس عزيزي، هل أنت بخير؟ كان هذا بسبب الجبل الغبي. لا، كان يفترض أن ينظر حيث يسير. لا تتشاجرا، العبا معاً. ولكن جبلنا قد تحطم. فلنصنع قصراً جبلياً، نستطيع فعل ذلك. رائع. نعم نعم، قصراً. اجمع لنا بعض الرمل طلال. ماذا أفعل أنا؟ ماذا أمي؟ لما لا تجمع لنا بعض الحصى الصغير لتزيين القصر؟ يكاد يشبه قصراً حقيقياً. نموذج، أليس كذلك؟ ذلك بسبب الحصى الصغير. هذا رائع، والآن ما رأيكم في وجبة خفيفة؟ لابد أنكم جائعون. لكن قد يدمر أحدهم قصرنا يا أمي. اطمئن، سوف نعتني بالقصر جيداً. مع السلامة، وشكراً على اللعب معنا. ماما، انظري، وقع بلال على القصر الرملي. تخلصنا من الرمل. يوجد رمل في حذاء الآخر. تمهل بلال، سنخرجه بعد أن ننتهي من هذا. اغسل يديك جيداً طلال. حسناً أمي، سأفعل. طلال، توقف فوراً، ألا ترى أنك تبلل نفسك؟ ارجع إلى هنا. أمي، أنا جائع، أريد وجبة خفيفة. تعال واجلس هنا إذن. تفضل. أمي، انظري إلى هذه الطيور. أيمكنني إعطاؤها القليل من الخبز يا أمي؟ نعم بالطبع عزيزي. هناك الكثير من الطيور، سأطعمها أيضاً. بلال، ماذا فعلت؟ ارمي الفتاة فقط وليس القطعة كلها. تبدو جائعة جداً.
هذه شطيرة أخرى ولكنها ليست للطيور. أتعلمين عندما آتي إلى المتنزه المرة القادمة سأجلب معي كرتي لألعب كرة القدم مع أصدقاء الجدد. هذه فكرة جيدة. التعرف إلى الأصدقاء جيد، كلما زاد عددهم زادت السعادة. وأنا أريد الحصول على أصدقاء مثل أصدقاء طلال. مرحبا يا صغير، أتود أن تكون صديقي؟ طلال محبوب من الجميع. طلال في اللعب معه متعة. عند إشارات المرور نعرف متى العبور. أمسكنا بيد أمي ووصلنا إلى المتنزه. تزحلقنا وتأرجحنا ووقفنا في الدور. صنعنا قصرا من الرمل وأطعمنا الطيور. طلال طلال محبوب من الجميع، يملأنا فرحا وبهجة. طلال إلى اللقاء يا أصدقاء.